شو غسان؟ لأنت رح تضل هيك لا شغلة ولا عملة؟ لا يفرش يا رباك. إيه بس ما بيصير هيك، لازم نلاقي لنا شي شغلة. حاطط عيني على شغلة ممتازة، بس في لعلي وحدة. وشو هالقلة؟ بدها سيارة. في واحد قرايبي فاتح معمل صابون وبده موزعين، بس الموزع لازم يكون عنده سيارة. ومنين بدنا نجيب حق سيارة؟ عم فكر بالموضوع. إيه انا وياك ما بنحتكم على 1000 ليرة، بقى شيلك من الشغلة، ما بدها تفكير. لا عمي، انا خرطت مشتي هالشغلة، وعاجلا ام اجلا بدي ادبر حق سيارة. ومن هون لتدبر حق السيارة، شو بدنا نشتغل؟ نلعب طاولة، زت لقلك زت. جاردو. صدقني انا بتعامل مع كل تجار السوق بالجمعية، ما عدا باكل القشطة، ما بتعامل معه الا بالكاش، وانت بتعرف هالشي. يا اخ مزبوط والله، انت من زمان منبه علي انه ما اعطيك بضاعة الا كاش. مزبوط والله. طيب ما سألت حالك ليش؟ بصراحة ما خطر لي، قلت لحالي اكيد عندك اسبابك الخاصة انت. صحيح، واسبابي الخاصة انه هالزلمي ما بيتأمن البنوب، لانه يا مساحب بضاعة من تجار على اساس يدفع بالجمعية وادوش الضيف، بعد ما يسحب البضاعة لا بيعود بيدفع لا جمعيات ولا خميسيات. طيب التجار التجار، كيف عم يسكتوا له هذا؟ ما حدا عم بيسكت له، هلا في عليه 10-12 دعوة بالمحكمة، لك حتى المحل اللي قاعد فيه أخده بالنصب والهيلمة والاحتيال. شو الحكي؟ شلون أخده بالهيلمة يعني؟ بالأول بكري كان شغيل بالمحل، وبعد ما مات معلمه ضل يحوص حوالين مرته هيك لحتى تجوزها، وبعد ما تجوز لها المخلوقة بسنة شلح المحل ولحشها بالطريق. يخرب بيته لهالدرجة؟ وأكتر بقى، اسمع مني، احلق له على أهون سبب، لأنه ما رح يجيك منه غير المصايب. طبعا لك طبعا بدي احلق له، بس المشكلة اني واعده عندي بالبيت. يا سيدي مو مشكلة، زيارة واحدة بسيطة بس. ها خد حذرك منه وانتبه منيح. هات لشوف شو في معك طلبيات. ماشي. شو يعني ما قدرت اعتذر منه؟ مو قصة ما قدرت اعتذر منه، المصيبة ما عم لاقي. رحت لعنده على المحل ما لقيته، وما بعرف عنوان بيته حتى زوره أو رقم تليفونه حتى اتصل فيه. طيب والحل؟ ما في حل أختي، لا مناص من جيته لهون. شو رح تعمل هلا؟ شو بدي أعمل يعني؟ الله يجيب العوائب سليمة. اللهم لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه. والدولارات شو بدك تعمل فيهم؟ ناوي خبيهم بمحل بحيث انه لا بكري القشطة ولا الجن الازرق بيعرف لهم طريق. ايه منيح، هيك طمنتني. وقديش بقيا يعني على موعده؟ بحدود الساعة. ماشي، لكن انا رايحة لعن جارتنا ام سامر، لانه قعدتي هم ما لا فايدة. معلش يتيسري وفاء، روحي انت، يلا معك، مع السلامة. وين بدي خبيهم؟ وين؟ أحسن شي خليهم بجيبتي.